أن إلى طبق اللقاء كان مشيو لعند سيدة كرامة من مديونة. للا كرامة صباح الخير. صباح النور للا هناء. أهلا وسهلا بك، شخبارك؟ الله يطول عمرك، بارك الله فيك. إن شاء الله عواشرك مبروكة، وباش كتمناي وبالصحة والسلامة علينا وعليك وعلى جميع المستمعين الكاملين وكل المسلمين في بقاع العالم. كنتمناو هذا الشهر المبارك إن شاء الله يدخل بالأمن والسلام للجميع، والصحة وطول العمر للجميع المرضى، صحة جديدة إن شاء الله، وكل من هو مريض الله يشافيه ويعافيه يا ربي. امين لك كرامه. بدا الاسم ديالك غزال، كرامه الله يطول عمرك، الله يكرمنا ويكرمكم. اللهم امين. لك كرامه، اليوم غتقترح علينا شباكيه بطريقتك غنزيدوا فيها الحليب. ايه غادي نعطينا الشباكيه ونعطي العسل. نبداو بالعسل هو الاول. فوالا داكشي اللي غنقول لك، نوجدوا العسل باش نلقاوه واجد. ايه تفضلي، شنو غنحتاجوا له؟ هذا العسل راه 100% زوين بزاف. غادي ناخذ قلب ديال السكر. نعم. غادي ناخذ واحد القرعه ديال الزهر، ديك ديال الميكا. شحال ديال العبر؟ القرعه ديال الزهر اللي كتباع. لا غادي ناخذ، نخليو منها غير شي نص كاس. لا شحال هي؟ واش فيها ديال ليترو ولا ديال نسيترو؟ لا غير صغيره، غير صغيره ديال نسيترو. وحبات ديال المسكه حره، غنديرو شي 5 الحبات. عندنا واحد 5 الحبات ديال القرنفل. عندنا ليمونه مقطعه، ليمونه برتقاله مقطعه بقشوره. نعم. وحامضه مقطعه بقشوره، نحيدو غير العظومه. نعم. وعندنا عصير ديال الحامضه، وعندنا واحد عشق كبيره نقولوا ديال اتاي، ولا ديك الساشي ديال اتاي اللي كيتباع. اتاي حبوب. اي ديك الساشي، ساشي ديال ساشي. لا يعني لو نديرو معلقه كبيره. ساشي كبيرة. يعني هذا الاتاي الاسود، الشاي الاسود. الشاي الاسود. هذاك هادو هما الماء. وعندنا واحد اترو لاروب ديال الماء. هادو هما المقادير. غادي ندوزو الطريقه. غناخذو داك القلب ديال السكر، غادي نهرسوه، وغادي نخويو عليه هذيك القرعه ديال الزهر، يعني غنخليو منها غير نص كاس ديال الزهر، باش الاخر غنخويو على السكر. هادشي فاش؟ كوكوط في طنجره؟ لا في طنجره ثقيله، في الكوكوط تكون ثقيله، حنا ما غنسدوش عليه حنايا في الكوكوط. المهم العسل يطيب حاجه ثقيله باش ما يتحرقش. غادي نديرو هذاك القلب ديال السكر، هرسناه، نخويو عليه هذيك القرعه ديال الزهر، نخليو منها غير نص كاس. وغادي نديرو عليه داك يطرو لاروب ديال الماء، ونخليوه يبات حتى الغد ليه. الغد ليه غادي نزيدو عليه هذيك الباكيه ديال الاتاي، ولا ديك العشق كبيره ديال الاتاي، وغادي نزيدو 5 الحبات ديال القرنفل، ودوك 5 الحبات ديال المسكه حره، وهذاك الليمونه مقطعه والحامضه مقطعه والعصير ديال الحامضه. نعم. وحنا كنخليوه يطيب. ملي كيبدا يطيب مره مره حنا كنحركوا. كيطيب على عافيه مهيله ولا؟ لا تيغلى، يغلى عاد غادي نديروا البوطه مهيله. نقصوا. متوسطه عاد احنا ما حداه كل مره شويه كنحركوا، فما ندوروا نحركوا. كنحركوا، المهم هي كتعطي واحد الريحه فايحه في الدار بعدا. وكنحركوا، المهم امتى كنلقاوه وجد؟ ملي غادي نشوفوا ديك الكشكوشه ديالو ولات قهويه. نعم. وهذوك الدوائر ديال الحامض والليمون ولاو قهويين حتى هما. والعسل، اييه والعسل ملي كنبداو نحركوا فيه بالمغرب في العود كنحسوا بداك الشيء ثقال، بدا يثقال. نعم نعم. غنعرفوا العسل وجد، يعني غنهزوا، غادي ناخذوا واحد وجد لينا، مازال ما طفيناش البوطه، غادي ناخذوا واحد الكاس صغير ديال الماء. ونخويو من بعد وجهنا، ونخويو مباشره ونطفيو البوطه حيت الكشكوشه كتطلع. نعم. وهذاك الكاس ديال الزهر؟ لا الكاس ديال الزهر لا، هذا كنقصنا باش غنديرو في الشباكيه بلا ما نشريو قرعه اخرى ديال الزهر. هكذاك. هكا. وغادي نخليو هذاك العسل حتى يبرد على خاطرو، نسدو الطنجره ونخليوها حتى الغد ليه. ما نقربولهاش، يبرد فيها هذاك الشيء. حتى يبرد داك الشيء ويطلق فيه هذاك النسمه وكل شيء، الغد ليه غادي نصفيوه. صفايه ديال شينوا. نعم. إذا كان شويه قاصح ولا شي حاجه غادي نسخنو على ما يتخف، نصفيوه هذاك الشيء. صفيت شوينوا باش هذاك الحبوب الرقاق ما يدوزوش لينا في العسل. صافي ونديرو، غادي منين نبغيو نوجدو نديرو فيه الشباكيه، حنا غادي نزيدو ليه قطرات ديال الروح الزهر. نعم. باش تجي نسمع في الزهر، ما نزيدوش الزهر هكاك. ما نزيدوش الماء. لا ما نزيدوش الزهر الماء. كيجريه. غادي يدير، اللهم لا غادي شويه يعجن الشباكيه. نعم. كاين اللي كيعجنها. غادي نزيدو غير قطرات ديال الروح الزهر. نعم. وغادي كيجي ثقيل وزوين، والسيدات اللي عندها الشهد ديال النحل. العسل حتى يبرد وتصفيه وكل شيء، وتغطس فيه هذوك الشهد ديال النحل وتخليه حتى الغد. كيتباعو عند العطار.
فيهم العسل هذو راه باقي فيه. اللي فيها العسل هذه راه باقي فيها العسل طريه هذه باقي فيها العسل. انا جيت اللي عندهم سميتو التعروبي وشي حاجه ودايرين الحل راه كيكون عندهم العسل هذاك الشيء كيبقى داك الشهد كله كيطلع يعني ملي كتطفي فيه الشباكيه وكتذوق النسمه كأنها عسل حر. نعم لالا كرامة غادي نعاودوا الطريقة ديال العسل ونمشيو غير مرحلة بمرحلة ولا بقاتنا الشباكية إن شاء الله اليوم راه في أتاي 11 راه كله طبخ غادي ناخدوها معك في أتاي 11 بالإضافة للنصائح اللي عندك واخا لالا كرامة واخا لالا. إذن عندنا في العسل عندنا قالب واحد ديال السكر نص يترو ديال الزهر كنحيدو منه غير واحد نص كاس خمسة الحبات ديال المسكة الحرة خمسة الحبات ديال القرنفل ليمونة وحدة مقطعة حامضة وحدة كاملة بالإضافة لعصير حامضة وحدة أخرى. عندنا أيضا إما ساشي ديال الشاي الأسود أو لا راه كيتباع بالعبار ممكن ديروا معلقة كبيرة ياك لالا كرامة. نعم. وعندنا يطرو لاروب ديال الماء. إذن أول حاجة كناخدو داك القالب السكر كنهرسوه كنضيفوا عليه الزهر ونضيفوا عليه الماء ونخليوه يبات ليله كامله وهو كيطلق فيه لغدا كيصبح دايب ياك كرامه. نعم الماء راه نسيطرو ديال الماء ماشي يطرو لاروب يطرو لاروب ثاني يطرو لاروب ديال الماء نعم يطرو لاروب ونسيطرو ديال الزهر محيد منه واحد نص كاس هادشي كيبات فيه ليله كامله داك القالب ديال السكر حتى كنفيقوا الصباح كنلقاوه راه كله داب فيه. كنشعلوا دابا البوطه قبل ما نشعلوا البوطه غادي نضيفوا المسكه الحره القرنفل الليمون الحامض العصير ديال الحامض والمعلقه الكبيره ديال الشاي الاسود اولا الساشي ديال الشاي الاسود. من بعد ما كيغلى لنا الخليط كنقصوا عليه البوطه وكنخليوه يطيب حتى كتولي داك الكشكوشه ديالته اللون ديالها بني اللون ديالها قهوي باش كنعرفوا عاوتاني هذاك الليمون وداك الحامض كيلون كيولي حتى هو قهوي اللون ديالو كيتعسل ياك هادشي اللي كاين هادشي كنسمع. نعم انا متبعين باش نشوف واش قبطنا الطريقه ولا لا. من بعد ما كنلقاو ان الخليط اختر كناخذ واحد نص كاس ديال الماء نبعدو وجهنا مزيان ونخويوه فوق من هذاك الطنجره اللي دايرين فيها العسل قبل ما نطفيو البوطه. مع هاد العمليه اش كديريها كرامه؟ هادي باش من العسل ملي غنحطوه مثلا قصناه بصبعنا جانا قوي ما يتلصقش لينا ما يوليش خيوط. هادي ما كتخليش العسل هذاك نص كاس ما تخليش العسل يتلصق. نعم ايوا تبارك الله عليكم التجربه هي اللي كتعلم هذا الشيء. هاد العسل ديال الوالده الله يطول عمرها وجميع الامهات الله يخليها لك الله يخليها لك. اذا هنايا كنطفيو البوطه ونسدو على ديك الطنجره ونخليو داك الشيء حتى يبرد على خاطر خاطرو ياك يبات ليله كامله عاد لا غدا نصفيوه ونستعملوه كيف ما بغينا. نعم الى لقاو السيدات شويه خاطر غيسخنوه على ما يتصفى لينا داك الشيء. نعم كرامه تبارك الله عليك مازال عندنا شباكيه بالحليب غناخذوها معك في اتاي 11 واخا شكرا جزيلا تحيه الله يخليك مرحبا تحيه للوالدين ديالي الله يطول عمرهم تكون مرحبا الله يعطيك تكون حلوه حلوه بات الاسئله المستمعات والاخت ديالي جميله ام سعد وحليمة الناظور والكبيرة ديال القصر الكبير اللي كنتمناها تشارك معنا عندها حوايج نعم بزاف زوينين بزاف. انا كنتصلوا بها ربما راه عيانة شوية أولا غيرت الهاتف ديالها. الله يشافيها الله يشافيها الهاتف هو باقي غير الله يشافيها عيانة شوية عيانة شوية إيه. وتحية لجميع المستمعين ديال الناس ديال المدينة وكل المغاربة في بقاع العالم. لا لا اختي كرامة شكرا جزيلا خليكم معنا يا مستمعينا مازلنا معكم.